بصيرتك بسم الله ربنا على أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، عطاء وأرنا متجاوز الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا سيدنا يا عبد. وبناء على ما سبق لننصح الناس اللي يحبوا جمع بين خير الدنيا والآخرة أن يدخل الجلوس لحضرة الرحمن يتدارسون القرآن ويعتبرون لمهمة رسول الإسلام الصادق الأمين النبي العربي الكريم. والقرآن قريت واحد طوالي أكثر من 10 سنين، واحد حطكم على قليل من آيات القرآن، وخاصة ركزنا على موضوع الإيمان والكفر، موضوع عن المغضوب عليهم وهم بنو صهيون اللئة، وركزنا على تخريب على تركة سيدنا عيسى عليه السلام لإلحاق الأذى بالإنجيل الجوسبل. ولحد الآن يدركوا على جهله دائما والروح من العلماء ونحن الفلاسفة ونحن قوانا لا نهاية لها ونحن ملكنا الحقيقة ولا أحد ينازعنا في ذلك. وبر الله خلص وقلنا لكم نبهناكم قلنا لكم الخراب اللي تميز بالكنائس أنا شبه بالتمام والكمال هو الانحراف بالاعتداء على الصغار. قولوش لم نعتدي كما قوم سيدنا لوط عليه السلام، قال طبيعتنا وذاك اللي ماشيين عليه اللي ضد ربي احنا عاملين هاو انتم اليوم الكرب تعبوا ضد ما امركم الله به ها كنتم الخزيق. ليش؟ على خاطر ظاهركم ديدا المنافقين ظاهركم سنين واسمك عبد الجليل والاخر اسمه عبد الرحيم والاخرى عيشوشه والاخرى سطوم وانت ماشي. هذا ربي كشاف وزعته على في عالم التسمية ما يفضحكم أنكم لستم بعارفين بقليل من الإسلام، أنتم جوال. قالوا أنا عندي الدكتوراه في كذا والدكتوراه في كذا دكتورة نتاعك قلوا العام أشرب أنا نفخة وأشرب ماء لا تساوي شيء عند الله اللي مش يحضر لك يصالحك يوم القيامة أن تكون من أهل القرآن والأحاديث القدسية بالتمام وسيرة الرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ومعرفة بأحاديثه الصحيحة ما أمكن ذلك. والسلام على أمة الإسلام بالتمام والكمال. آمين يا رحمن.